بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة إن شاء الله. النهاردة هنكون معاكم لمدة حوالي يمكن 30-35 دقيقة على هواء مباشرة. هنقدم ثلاث أطباق متميزين جدا. هنعمل سمك السنجاري، اللي ما يعرفش يعمل سمك السنجاري إزاي يعمله في البيت هنقول لكم على طريقة السمك السنجاري. وعندنا أطباق خاصة النهاردة برضو، طبق خاص لسرين وبسام، هنعمل لهم التشيكن فينجر، صوابع الدجاج المقلية في الزيت. إن شاء الله تعجبكم يا بسام، إن شاء الله تعجبك يا سرين. الأطباق دي مخصوصة لكم النهاردة. الطبق الثالث عندنا هنعمل رز مع السمك السنجاري للكبار وللصغار إن شاء الله. ده أطباقنا النهاردة. جهزوا ورقة وقلم، وبرضو جهزوا ورقة وقلم تانيين عشان تكتبوا وسائل التواصل عشان نبدأ نتواصل مع بعض. وأي حد عنده أي اقتراح، أي سؤال، أي حاجة، تفضل اتصل علينا على وسائل التواصل. أرجوكم محدش يروح في أي حتة، أرجوكم ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم، رجعناكم بعد الفاصل. نبدا معانا اول اطباقنا النهارده. طبعا في اطباق بتاخد وقت فنبدا فيها الاول، هو المفروض في الترتيب بس هي عكس الترتيب. هنبدا في اطباقنا اول حاجه هنعمل صحن الرز على السريع عشان الرز بياخد وقت شويه على النار، ونسيبه يستوي ونرجع نجمل اطباقنا. الرز السمك او الرز السلطه هنعمله النهارده سهل جدا. حضرتك هتجيبي حله على النار، هتحطي فيها شويه زيت نباتي، اي نوع زيت نباتي بتشتغل بيه، دوار الشمس او زيت ذره مفيش اي مشكله، وشويه بصل بالشكل ده اهو، حاجه بسيطه، ونقلب. لازم البصل ده يتحرق، مش يتحرق لون، يبقى لونه بني، يعني لازم يبقى لونه بني عشان يديني اللون الكلر البني بتاع رز السمك. عندنا الناحيه الثانيه طاسة على النار برضو فيها ماده دهنيه، هنعمل فيها الحشوه بتاعه السمك. السمك السنجاري ازاي بيتعمل في البيت، السمك السنجاري ازاي بنعمله في البيت. نجيب طاسة على النار كده، نرجع دي ورا كده، نحط عليها السمك تمام، ونخلي دي للرز، ونخلي الطاسة المكان هنا نعمل فيه الفرسة بتاعة السمك. يبقى عندنا حلتين على النار أو قدرين على النار، هنا البصل بتاعنا بيتحمر لغاية ما يصير لونه بني، هنا الطاسة التانية أو الفرايبان التانية اللي نعمل فيها حشوة السمك السنجاري. ده السمك السنجاري يا جماعة معانا أهو، السمك البوري زي ما أنتم شايفين. ده السمك البوري، الكاميرا تجيب معانا كلوز على السمك. ده السمك البوري اللي هنشتغل بيه النهاردة. حضرتك هتجيبينه عند بتاع السمك وتقولي نضفه لي من جوه، هينضفه من جوه من غير ما يفتحه عشان السمك السنجاري هو المفروض يتنضف بعد الفتح. لكن انت تكلمي السمك قولي له انا عايزه يتنضف من جوه، يشيل الخياشيم ويشيل الامعاء بتاعته ويجيبه لك جاهز تغسليه كويس وتخليه جنبك كده. طاسه على النار هنبدا نعمل الحشوه الداخليه بتاعه السمك السنجاري. عندي بصله، بصله على النار، كل ده هيتاخد تنبيه مع بعضه يا جماعه. بصله على النار، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. والناحيه الثانيه فيه برده بصله علشان الرز، بصلة هنا وبصلة هنا، دي بصلة الرز ودي بصلة السمك، الخلطة بتاعت السمك السنجاري. هنضطر نجيب دي كده عشان نوسع مكان شوية تمام، ونقصر على دي شوية ونظبط النار بتاعتنا. ايوه كده النار ظبطت شوية. ادي السمكة، عفوا الفرسة او الحشوة بتاعت السمك السنجاري. حطينا بصلة الاول، بعد كده هنحط فلفل، كابسيكم، الوان. الخضار ده كله هنسويه بنسبة 25%، كل الخضار ده حضرتك هنسويه بنسبة 25%. وعندي فص توم، فص توم يبقى البصل، البصل والفلفل الرومي الأخضر. هناخد كل الكلام ده مع بعضه كده سوتيه في قلب الطاسة. الناحية التانية عندي البصل بتاع الرز، ومية سخنة بتغلي على النار. يبقى أنا دلوقتي بركب على النار الحشوة بتاعة السمك السنجاري. السمك السنجاري ينفع يتعمل بأي نوع سمك، أي نوع سمك فريش ينفع يتعمل بيه، بس أنا أفضل تشتغلي بالسمك البوري. موجود السمك البوري في الأسواق، وأسواق السمك موجود السمك البوري، تقدري تعمليه في ربع ساعة سمك جاهز، مفيش فيه أي مشكلة. بس هي الفكرة كلها خلي الراجل السماك ينضف لك السمك الداخلي. أدي البصلة بدأت تلون معايا بتاعة الرز، أدي بصلة الرز بدأت تلون. لازم بصلة الرز يا جماعة تكون براون، يعني لا تحترق ولا تبقى بيضة، عشان ما نديها المية بتاعتها تبدأ لون المية يتغير معنا. ده الخليط بتاعنا اهو،
بعد كده هنضيف عليه الطماطم كلها، نحط الطماطم كلها اهي. تمام، دي الحشوه بتاعت سمك السنجاري، ونقلب نقلب كل الخليط ده كله مع بعضه كده، ونضيف له شويه كمون، شويه كمون لا باس بيهم، حوالي معلقه من الكمون، رش الكزبره بودره، شويه فلفل اسمر او فلفل اسود، وادي الملح، وادي الملح بتاعنا اهو. وناخد كل الكلام ده كله مع بعضه كده سوتيه في الطاسه. الناحيه الثانيه الرز بدا يلون اهو، البصله بدات تلون بتاعه الرز، ادي البصله بدات تلون، هنخليها لونها بني. لو الكاميرا تجيب معانا القدر اللي فيه البصله اوري الساده المشاهدين ازاي احنا حمرنا البصله بقى لونها بني. ادي البصله اهي على النار. تمام، نديها فص توم صغير، هات التوم كده، نديها فص توم صغير اهو، ونقلب كله مع بعضه. ادي البصله بدا لونها بني، يا ريت الكاميرا بس تجي لنا على الحله القدر نشوف البصل بقى لونه ازاي. الشكل ده اهي، شايفين البصل يا جماعه؟ اهي لونها بقى بني زي ما انتم شايفين، اهي اللون بتاعها بقى بني، بدا اللون ده هو اللي هيغير لون الميه. كده حمرنا البصله، شكرا للمخرج، حمرنا البصله مع فص الثوم. وعندي الناحيه الثانيه الخضار بتاعي اهو، التومبيه كله مع بعضه، بصل وثوم وفلفل اخضر وحبات طماطم متقطعه قطع صغيره برينويز. البصله بدات تلون معايا اهي، تمام؟ 100 100. هنديها الملح بتاعها، ادي الملح، وادي شويه الكمون الصغيرين، رشه صغيره من الكمون كده، ونقلب. بدات البصله تلون، ريحه البهار بدات تطلع معايا، دي طريقه مهمه جدا لعمل السمك، لعمل رز السمك. ريحه البصل بدا يطلع معايا بسرعه كده، اضيف له الميه الحاره اهي، ادي الميه الحاره. تمام، ادي الميه الحاره، مفيش اي مشكله، خليها تغلي على النار، الغطا بتاعها نسيبها تغلي على النار. وابدا اخد البصله والطماطم والفلفل الكابسيكم بتاع الالوان زي ما انتم شايفين. ابدا بقى المرحله الاهم اللي هي فتح السمك. خليكم معايا يا جماعه، الكاميرا تبقى شويه لحظه معايا هنا عشان نوري المشاهدين ازاي بنفتح السمك السنجاري. السمك البوري بيجي يتنضف من الداخل، هو السمك بيفتحها من عند الخياشين ويبدا ينضفها من جوه، يديها لك سليمه حضرتك زي ما انتم شايفاها كده. هتيجي من عند الديل، من عند الديل، الكاميرا لو سمحتوا خليكم معايا شويه لحظه، هتيجي من عند الديل كده بحرف السكينه وتفتحي من ظهر السمكه، هتفتحي من ظهر السمكه وتخليكي ماشيه في حيزه السلسله بتاعت السمكه. بص فتحناها ازاي اهي، بحيث السكينه كده تبقى عامله ايه؟ عامله شغل، فاتحه السمك زي الفيليه كده وواخدينه من فوق سلسله الظهر عشان نفتحها زي الكتاب. ادي السمكه اهي اتفتحت زي الكتاب. الناحيه الثانيه حرف السكينه كده، وتشقي الراس نصين وتبداي تفتح السمكه بالراحه من فوق سلسله الظهر عشان تطلع معانا زي الكتاب المفتوح. انا عايزها زي الكتاب المفتوح اهي، السمكه فتحت اهي للاخر. تمام، شفت السمكه فتحت ازاي؟ فتحناها بالشكل ده اهي، ولا متنظفه جاهزه من جوه، ان السمك نظفها، انا خليت الراجل بتاع السمك ينظف السمكه من جوه. ادي واحده، هنعمل الحبه الثانيه، نقلب بس الخضار ده، نقلب الخضار ده اهو بسرعه. ناخد حبات السمكه الثانيه، خليكم برده معايا يا جماعه عشان نوري للمشاهدين يستفيدوا. من ظهر السمكه من عند الديل حرف السكينه، وتمشي خط طولي للاخر كده، خط طولي للاخر لغايه لما تحسي ان سلسله الظهر بتاعت السمكه، السلسله في الظهر بدات تبان معاكي اهو، شرحناها. وتيجي عند الراس بظهر السكينه تفتحيها بالشكل ده. ادي اتفتحت معايا السمكه، ابدا بقى ايه افلتها كلها بالسكينه كده، نفردها عن بعضها، نخليها زي الكتاب المفتوح. ده السمك السنجاري يا جماعه اللي كتير ناس تسمع عنه وما يعرفوش ازاي بتعمل، احنا هنعمله النهارده اهو على الهواء مباشره من A to Z. بعد كده تجيب صينيه، حضرتك السمك ده متنضف جاهز 100%، هنجيب الصينيه ندخله الفرن، هنحط حبايه السمكه كده اهو زي ما انتم شايفين، وحبايه ثانيه جنبها اهي. ده السمك السنجاري معايا يا جماعه، الكاميرا معايا، ادي السمك السنجاري. تمام، فتحنا السمك زي ما انتم شايفين اهو، قبل ما نحطه في الصينيه، عفوا نرجعه تاني، هنحط شويه شرايح من الليمون والبصل في الارضيه عشان السمك ما يلزقش بالشكل ده. هجيب معايا بصلايه صغيره، هنقطعها شرايح بالشكل ده اهي، اقطعها شرايح بالسكينه كده. تمام، وتبداي تاخدي قطع البصل ده تحطيها في ارضيه الصينيه بالشكل ده اهي، سهله جدا يا جماعه، سهله جدا. ونجيب حبايه ليمون برضو، نحط شرايح ليمون
مش كتير، حوالي نص حبايه ليمون اقطعها شرايح كده بسرعه بسرعه. تمام، مفيش اي مشكله. بعد كده تضيفي عليها السمك من فوق. الحاجات دي بوكيه جرنيه، يعني هي بوكيه جرنيه مواد عطريه، هتعمل برده نكهه مع السمك. دي الخلطه بتاعتي جاهزه اهي. هبدا بعد كده اعمل ايه، نعصر عليها ليمونه بالشكل ده اهو، ونجيب الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها اهي. شوفوا استوت بنسبه حوالي يمكن 30 35%. هبدا اخد الخلطه دي نحطها فوق السمك كده زي ما انتم شايفين اهي، سهله جدا يا جماعه. وبعد كده تخش الفرن، نساوي الخلطه دي كويس، نسويها كويس كده فوق السمك. تمام اهو، ده الشكل بتاع سمك السنجاري ازاي نعمله في البيت. عند الفرن نشغله من حوالي يمكن ربع ساعه ولا ثلث ساعه، ده شكل السمك النهائي يا جماعه. هناخده نتحطه في الفرن بالشكل ده اهو، ونسيبه يستوي. على نهايه الحلقه يكون استوى ان شاء الله، ما بياخدش وقت خالص. ده كان طريقه عمل سمك السنجاري. بعد كده هنشوف الميه بتاعه الرز بتاعنا، هنضيف عليها حوالي كاسه من الرز، هنضيف عليها حوالي كاسه من الرز ونقلب، كاسه من الرز ونقلب ونسيبها تغلي على النار. وادي المقادير معانا على الشاشه نشوفها مع بعض. مقادير السمك السنجاري سهل جدا يا جماعه، سمك بوري زي ما قطعناه قدامكم، بصل متقطع مكعبات صغيره وفصين توم متقطعين ناعمين، حبه طماطم كامله متقطعه ناعم، فلفل رومي متقطع ناعم برده كمكعبات صغيره، ملح وكمون وفلفل اسود. دي كانت المقادير بتاعه سمك السنجاري وعملناه قدامكم، وهنخليه يعيش حياته في قلب الفرن. دلوقتي هنروح للطبق المميز بتاعنا النهارده، اللي هو طبق اصابع الدجاج المحمره او المقرمشه. طريقتها سهله جدا زي ما انتم شايفين اهي، طريقتها سهله جدا. نجيب صدور دجاج سرين، خليكي معايا يا سرين انت وبسام عشان تشوفوا الدجاج بتعمل ازاي، وتقولي للماما تعمل لك زيه في البيت وانت رايحه المدرسه. هنجيب لماما سرين بقى، هتجيب صدر الدجاج تقطعيه فينجر بالشكل ده مدام، هتجيبي فينجر صدور الدجاج البولس اللي هي بدون عظم، تقطعيها فينجر بالشكل ده، وتبداي تملحيها وتبهريها. هنحط شويه فلفل اسود، هنحط شوية فلفل اسود، هنحط شوية ملح صغيرين بالشكل ده، وعندي الخردل اللي هي مستردة، ادي خردل حوالي معلقة كبيرة من الخردل. هنخلط كل الكلام ده مع بعضه، كل الكلام ده هنخلطه مع بعضه كده، لازم كل الكلام ده يتبل. اخلطي كل صدرين دجاج متقطعين فينجر صوابع، تبلي ملح وفلفل وبهار وشوية خردل بالشكل اللي انت شايفاه حضرتك ده اهو. تمام، بعد كده هنجيب ورقة ألمونيوم، حطها على الطاولة عشان نبدأ نشتغل مرحلة البانيه اللي هي الدقيق والبيض والبقسماط اللي احنا عارفينها. أي بانيه لازم مرحلة دقيق وبيض وبقسماط، دقيق وبيض وبقسماط. دقيق ليه؟ عشان الدجاج البولس أو الصدور الدجاج دي لزجة، أي سائل هيجي عليها أو أي حاجة مش هتمسك فيها غير لما نحطها في الدقيق الأول. يعني لو ضفناها مباشرة في قلب البيض وتيجي تحطيها في البقسماط بعد كده تعكسي، هيبدأ الخليط ده مش هيمسك في قلب قطعه الدجاج وهيبدا يفرط، مش هيظبط معاكي خالص. ادي الرز، خلينا نقلب الرز تقليبه. ادي الرز بتاعنا اهو، نقلبه تقليبه كويسه ونوطي النار عليه شويه ونسيبه يعيش حياته. قصر النار عليه شويه صغيرين بالشكل ده، نخليه ايه يكمل سواه على النار. السمكه في الفرن، هنبدا نشتغل في مرحله دي والبيض والبقسماط اللي احنا قلنا عليها. ادي عندي البقسماط اهو، هنحط البقسماط هنا اهو، كمية البقسماط بتاعتي نحطها كلها اللي هي لفتات الخبز المطحونة. هنجيب الدقيق الأبيض، أدي الدقيق الأبيض. تمام، وأدي البيض بتاعي، هبدأ أكسر البيض. هنجيب بس بولة صغيرة نكسر فيها البيض. المقادير نزلت معانا صدور الدجاج، دقيق وبيض وملح وبقسماط وزيت للقلي، وممكن تحط حليب أو ممكن ما تحطيش زي ما أنت عايز. هنضرب البيض ده كويس جدا. تمام، بعد كده هنبدا ناخد قطع الدجاج بتاعتنا. سيرين خليكي معايا عشان تشوفي ازاي الدجاج بتعمل، وتقولي لماما تعمله لك في البيت. ادي قطع الدجاج اهي، في اول نعفرها في الدقيق ونحطها في البيض، نعفر كله في الدقيق كده، كله في الدقيق اتعفر في الدقيق. تمام، ونحط في البيض كل الكلام ده الاول في الدقيق وبيض بسرعه كده. فينجر دجاج، صدور الدجاج متقطعه فينجرز، تتبيله ملح وفلفل، شويه او معلقه من الخردل اللي هي المستردة الماستر صوص بالشكل ده اهو.
بسرعه نعمل الكلام ده كله. طبعا ايه، اشتغل بايد واحده بالنسبه للدقيق، وهوريك ازاي هتتبلي بعد كده عشان ما تعكيش ايدك كلها في قلب التتبيله. دي بيض بقسماط، شرايح من صدور الدجاج متقطعه، هاتي صدر الدجاج تلجيه شويه في الثلاجه لغايه ما يبقى 50% فروزن، تقطعيه فينجر بالشكل ده ويتعمل للاولاد في وقت الغداء او وقت المدارس في الصباح في السندوتشات بالشكل ده. وممكن نفس الفينجر ده يا جماعه ممكن نعمله في الفرن يتبل زي ما هو كده تمام، وترص بعد ما تعمل بانيه تحط في صينيه وترش عليه سبري اونيون. في سبري اونيون بيجي موجود في المحلات زي البخاخ كده فيها زيت، ترش الصينيه بسبري اونيون سبري اويل عفوا سبري اويل اللي هو البخاخ الزيت، وترش عليه تخلي الفرن يستوي. للناس اللي ما بتحبش المقليات، الناس اللي ما بتحبش المقليات او عامله حميه او 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 الخ الخ، يقدر يشتغل بالاونيون سبري، موجود في الاسواق، موجود في الماركت الكبير، الماركت اللي ليه البراند يعني يكون عنده الحاجات دي، الحاجات دي بتيجي من بره، فلازم حد يكون بيشتغل في الحاجات المستورده. ادي الدقيق بتاعنا كله هو عملناه مع البيض، ابدا اجيب الكلام ده كله عشان اقدر اقلب بقى، يبقى عندي مساحه للتقليب، ونقلب الكلام ده كله مع الدقيق والبيض. دقيق وبيض عجننا كله مع بعض اهو، قلبناه، كل قطعه دجاج تجانست مع البيض كله تماما. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هنجيب صحن صغير ونشتغل بقسماط اهو كده. ادي البقسماط بتاعنا، خلينا نعمله واحده واحده. نجيب طاسه بتاعت القلي نحطها على النار تسخن، الزيت يسخن فيها لغايه لما نخلص التتبيله بتاعتنا. دي بيض بقسماط، دي كانت الخلطه بتاعتنا اهي، دي بيض بقسماط. هنعمل شرايح الدجاج كلها زي ما حضراتكم شايفين. ايه رايك يا سرين في الطبق النهارده؟ طبق ان شاء الله يعجبك، وتقولي لماما تعمله لك انت واخوكي بسام. طبعا يا جماعه انا عاشق للاطفال زي ما انتم عارفين، فانا بقابل الاطفال بيقابلوني في اي حته يقولوا لي يا عمو احنا عايزين تعمل لنا الناجت، تعمل لنا المكرونه. فانا في بعض الحلقات بجيب اسماء اطفال كده ان هم بيقابلوني في الاسواق وفي المولات في الشارع كده، بيطلبوا مني اعمل لهم حاجات. فدي كانت طلبات بسام وسرين. نقلب كل الكلام ده مع بعضه. دي بيض بقسماط، الزيت بيسخن على النار، الرز خلاص قرب يستوي، السمكه في الفرن. احنا عاملين كنترول على كل حاجه، ازاي بنعمل ثلاث اطباق بسرعه بسرعه في حوالي 30 35 دقيقه. ادي الدقيق بيض بقسماط تمام، سهل جدا. يا سلام بقى لو ركنت الحاجات دي في طبق وحطيتها في الثلاجه شويه تهدى، يعني عارفه هتتماسك اكتر وتطلع معاكي بنسبه نجاح 100%. لكن احنا عشان وقت البرنامج هنقليها بسرعه. دي بيض بقسماط، صدور الدجاج متقطعه صوابع فينجر، تبلنا ملح وفلفل وبيض ومعلقه خردل كبيره. قدمي الطبق ده مع الكاتشب للاطفال، مع الفرنش فرايز، مع الشيبسي زي ما هم يحبوا. وجبه غدا خفيفه سناكس، او ممكن تاخدي الفينجر ده تحطيه في الساندوتش مع دهنه مايونيز في قلب الساندوتش، ورقه خس صغيره، شرايح طماطم. شوف انت ابنك او بنتك بتحب ايه وابداي اشتغلي على النقطه دي. وعلموا اطفالكم واولادكم، يخشوا معاك المطبخ وانت بتجهزي الاكل، هاتي الولد معاكي والبنت معاكي، ابداوا جهزوا معاكي الحاجه، عوديهم يخشوا المطبخ يساعدوكي، هيكبروا ويبقوا سند ليكي، ما يكبروا يقدروا يساعدوكي في كل حاجه. تطلع البنت، البنات المرفهه المدلعه ما تعرفش تقف في المطبخ، انا البصل بيضايقني، انا الثوم بيضايقني، لا علموا البنات بالذات، لان البنات هتيجي في يوم من الايام هتبقى ام وهتبقى زوجه، فلازم تكون على قد المسؤوليه ويكون عندها خلفيه بالمطبخ وتفضل ماشيه الموضوع بالتدريج. ودي سنة الحياة، لازم نعلم البنات الطبخ، علموا الطبخ. ادي دي بيض بقسماط، خلصنا كل قطع الدجاجة اهي تمام، معانا قطعتين صغيرين خلاص، دي اخر حاجة عندنا تمام كده. دي بيض بقسماط، زيت على النار بيسخن اهو، الزيت بيسخن على النار كده، خلصنا. نركن الصحن على جنب ونبدأ نقلي الدجاج بتاعنا. الرز على النار، خلينا نديله تقليبه، ندي الرز تقليبه كده سريعه نشوف وصل لحد فين اهو. خلاص شويه ويشرب ميته ونغرفه، شويه والرز يشرب ميته ونغرفه. نبص بصه صغيره على السمكه كده نشوفها اخبارها ايه. لا تمام تمام، السمكه تمام، على نهايه الحلقه هتبقى طالعه باذن الله تمام وكويس. نبدا بقى دلوقتي نروق الطاوله بتاعتنا ونقلي صدور الدجاج لبسام وسرين بالشكل ده. هنخلي بس بقية الورقة كده، نمسح التيبل، كل البهارات دي على جنب، نقرب
الصحن بتاعنا ونشوف الزيت سخن ولا لسه. الزيت قدامه كمان نجرب واحده كده نشوف هيحصل فيها ايه. لا لسه الزيت بارد، خلي الزيت يسخن، لازم الزيت يسخن كويس جدا علشان لو حطيت القطع الدجاج دي في قلب زيت فاتر او درجه حرارته متوسطه هتبدا الخلطه اللي بره دي تفصل عن قطعه الدجاج. اي مقليات لازم الزيت يكون سخن 100%، مش سخن ان هو يطلع دخان ويولع الدنيا، درجه الحراره بتاعته تكون مقبوله ان انزل فيه بقطعه الدجاج الستريبس بتاعتي التشيكن علشان تستوي ما تفرطش. الخلطه دي لو زيت بارد تلاقي الخلطه دي فصلت، هتلاقي الخلطه دي فصلت، فلازم تحافظي ان الزيت بتاع حضرتك يكون سخن. ندي كمان تقليبه للرز اهو بدا يشرب الميه لغايه لما الزيت يسخن معانا. هنبدا نعمل ايه؟ نجيب طبق الغرف بتاع التشيكن بتاعنا. ادي طبق الغرف مع الكاتشب، نقطع شرايح ليمون، خلينا نقطع بعد شويه، بس انا عايز الزيت يسخن الاول. تمام كده. مشكلة الغاز الكهرباء ان هو يعني بيفصل، في ثرموستات بيفصل على الزيت ما يسخن ويرجع يبرد تاني، فخلينا ايه نطفي دي ونقصر الحرارة شوية عنه. بسم الله نجرب كده. بص نجرب واحدة، لو الزيت بارد هتلاقي العجينة دي فصلت، بس هعمل لكم تجربة، هتلاقي العجينة دي فصلت خالص عن الدجاج، مش تطلع شكلها مش حلو خالص، هيطلع شكلها مش حلو خالص اهي. هتشوفي دلوقتي ازاي العجينة او الخلطه اللي احنا عملناها على الهواء هتفصل لو الزيت في حال الزيت ما يكونش سخن. خلينا نجرب الناحيه الثانيه تكون شد حراره شويه. ننقل الناحيه الثانيه، خلينا نجرب العين الثانيه كده، يمكن دي حرارتها شويه اعلى، ونفصل دي. تمام. ونجيب الرز هنا على هادي عشان نوسع مكان للقلي. تمام كده، ادي الرز اهو بدا يشرب الميه وريحته طلعت، ريحه رز الجنه يا جماعه. في حركه بسرعه اعملها في الرز اقول لكم عليها. هتجيبي حضرتك بوله صغيره، بوله صغيره بالشكل ده، هنحط فيها معلقه تومه اهي، هنحط فيها معلقه كزبره صغيره، وهنحط فيها معلقه كمون دي للرز الصياديه، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. تقلبي كل الكلام ده، فص توم مطحون مع معلقه كزبره ومعلقه كمون، تقلبي كل الكلام ده مع بعضه، تفتحي قدر الرز تعملي فجوه في نص الرز كده، فجوه صغيره في نص الرز، وتغطي الكلام ده كله عليها كده وتسيبيها ايه تطلع النكهه بتاعتها. جربي الحركه دي، فص ثوم مطحون، معلقه كزبره بودره، معلقه كمون مطحون، اخلطيهم مع بعض قبل الرز ما يستوي بخمس دقائق، تعملي فجوه في قلب الرز وتضيفي عليها الخليط ده وتقفلي عليها وتسيبيها تستوي. هتشوفي رز بطعم مختلف وتست مختلف ان شاء الله. ادي الزيت بدا يسخن معانا، ابدا انزل بقطع الدجاج بتاعتي اهي، قطع الدجاج واحده ورا الثانيه علشان نحمر الفيليه صدور الدجاج بتاع ناريزو وبسام اهو. ان شاء الله تعجبكم الاطباق النهارده. خليها تستوي براحتها يا جماعه في الزيت. ايوه نبص بس على السمك صغيره كده. اخبار ايه؟ انا مش عايز اوريكم، خليها مفاجاه، ما حدش يجيب الفرن، خليها مفاجاه في الاخر هيطلع شكله عامل ازاي. طبق تحفه، طبق جامد جدا جدا جدا، طبق السنجاري كتير ناس بتجيبه من بره لصعوبة عمايله، لصعوبة ان انا اجهزه في البيت، لكن بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها دي تقدروا تجهزوه في اي وقت في البيت وسهل جدا ما خدش وقت. على نهاية الحلقة هيكون استوى. شوف بعد كده ادي الفنجر بتاعي بدأ يلون، البانيه صدور الدجاج متقطعة فنجر. سيرين واخدة بالك يا سيرين من الاطباق؟ واخدة بالك منها بتتفرجي على الحلقة ولا لا؟ هزعل قوي لو ما اتفرجتيش. ادي صدور الدجاج بتاعتنا على النار، خليها تستوي واحدة واحدة. أنا عايز أعرف بس معايا وقت قد إيه المخرج. هنبدأ نلم الكلام بتاعنا كده، صدور الدجاج، الرز، ممكن نشوف الرز نديله كمان تقليبة مع الخضار. بص بقى الخضار اللي إحنا عملناه، الخلطة اللي إحنا عملناها هتعمل إيه بقى؟ اللي هي التومة والكزبرة وحبة الكمون، قلبناهم كلهم مع الرز، والرز استوى تماما أهو يا جماعة. نجيب بولة غرف، خليني بس دقيقة، نطلع طاسة الفينجرد أهي. تمام، نجهز ورق نابكن نطلع عليه بعد القلي. جهزي ورق نابكن دايما تطلعي عليه حاجتك بعد القلي بالشكل ده. هنجيب ورق النابكن أهو، نطلع عليه المقليات قدامكم حالا نشوفها. تمام، أدي قطعة الدجاج بدأت تلون معانا، جميلة جدا الطريقة دي.
حاجه جديده للاطفال. طبعا الاطفال يجننونا في الاكل، ياخد السندوتش يرجع بنص السندوتش، اول لو ما اكلوش يرميه في صندوق البلديه في المدرسه، وانا اكلت السندوتش يا ماما ويتجه للعصير ويتجه للحاجات دي. فانا احاول اشركه معايا في البيت ان هو لو يعمل حاجه بايده تعالى بقى نعمل فطار النهارده يا حبيبي انا وانت سوا ونشركه، او من بالليل تعالى نعمل صدور الدجاج دي الصبح تقليها له، او تعمليها من بالليل في السندوتش وتلفها له ببلاستيك فيلم تطلع معاكي كويسه جدا. ادي صدور الدجاج، نبدا نطلع واحده نشوف شكلها عامل ازاي اهي. لا لسه شويه خليها تطلع كويس عشان ايه بسام ما يزعل مننا ولا سريم. اهم ادي قطع الدجاج يا جماعه اهي، نطلعها من الزيت تشرب الزيت تشرب الماده الدهنيه اللي فيها اهو. ما تاخدش وقت، صدور الدجاج ما بياخدش وقت في قلب القلي خالص، سريع سريع بالشكل ده اهي. تمام، ريحه السمك مش عايز اقول لكم عامله ازاي، رهيبه رهيبه رهيبه. حط لنا كام حته دجاج كمان سريع سريع كده في الزيت يكملوا سوا لغايه ما نغرف بقيه الاطباق، ويبقى كده اطباقنا جاهزه ان شاء الله. قطع الدجاج اللي اهي ستريبس، دجاج البانيه، الفنجر، في طرق كتيره للقلي بقى. ممكن تعملوا عجينه زي عجينه الطنبوره اللي هي الطحين ومع الخميره والحليب والدقيق الابيض، وتعمل عجينه الطنبوره بتاعت جمبري الطنبوره تشتغلي بيه كويس جدا، تطلع معاكي عجينه هشه منفوخه. ضيف عليها شويه اي ماده شعير، نغرف بقى الرز. معانا وقت قد ايه يا جماعه لو سمحتوا؟ الوقت الوقت عايز اعرف الوقت قد ايه. مقادير الرز نزلت على الهواء نشوفها مع بعض، نشوف المقادير بتاعه الرز قدامكم يا جماعه اهي، سهله جدا اعملوها. والطريقه الاخيره دي التاتش الاخير اللي انا قلت لكم عليه اللي هي فص الثوم مع الكمون والكزبره، معلقه معلقه معلقه، هيطلع شكلها ولا اروع. نبدا نغرف دلوقتي الرز بتاعنا، هنبدا نغرف الرز بتاعنا حالا. نجيب بوله نشفها من الميه بالشكل ده اهي عشان الرز، نشف البوله كويس من الماء ونبدا نغرف الرز بتاعنا. ادي الرز السمك بتاعنا اهو، هنغرفه في قلب البوله لغايه لما قطع الدجاج تستوي. اعملي منظر جمالي في غرف الاطباق، مش هتكلفك حاجه، بوله زي كده هي سهله جدا. تمام اهي، نسوي الرز كويس وبسرعه تجيب الطبق، ما تقلبيش بقى البوله كده عليها انا ممكن تفرط منك، لا اعملي الطبق كده واقلبي كده. تمام، الفرن بيدينا انذار، ادي الرز خلاص وادي الستريبس تشيكن اصبح جاهز بنسبه كبيره معانا. ان شاء الله اطباق تكون عجبتكم النهارده يا جماعه، بنحاول نغير والله انا بحاول اطلعكم من مود الزهق بتاع كل يوم هناكل ايه وهنشرب ايه، تغييرات ممكن بنعمل اصناف بسيطه جدا، لكن هي فكره نهرب شويه من الروتين اليومي بتاع الاكل، من الاكل بتاعنا اللحوم والدجاج والاشياء هذه. كل يوم نفكر ناكل ايه ناكل ايه، ناكل كبسه ناكل رز ناكل مندي ناكل اشياء كتيره. احنا نشوف الرز بعد ما غرفناه اهو، ادي بولت الرز اهي اتغرفت، خليها كده على جنب عشان نحط عليها قطع الدجاج. وادي قطع الدجاج، هنجيب قطع الدجاج بالشكل ده ونصفها داير داير في قلب الصحن، مش تاخد اي وقت معانا بالشكل ده عشان خاطر حبيبه قلبي سرين وبسام. دي اطباق دي خاصه معموله اليوم النهارده سبيشال اوردر، ان شاء الله تعجبكم. اي حد عنده طفل بيحب يتفرج على البرنامج بتاعنا وبيحب الاكلات يقول لي اسمه اسمه ايه وعايز يعمل صنف ايه وانا اعمله له عينيا الاثنين ونقول اسمه في البرنامج كمان، مفيش اي مشكله. انا كل اسبوع بيبقى عندي حلقه او حلقتين تقريبا بتكلم فيهم عن الاطفال، اي حد عنده استفسار عنده اي حاجه يبلغنا مفيش اي مشكله. ادي الدجاجه اهو، السمك على النار، السمك في الفرن ريحته بدأت تطلع معايا ممتازة 100%. وادي قطع الدجاج ليها شوية، فاضل لنا كام قطع صغيرين نحطهم بالمرة ونخلص من الستريبس التشيكن كله بقى لنا على الهوا قدام حضراتكم اهو. تمام كده، فاضل قطعة
ودي كمان. دي كانت اخر حاجه بالنسبه للدجاج البانيه او الدجاج الستريبس كرانشي بتاع الاطفال. تمام كده. نطلع بقيه قطع الدجاج اهي. منديل لازم يشرب، حطي منديل تطلعي عليه المقليات كلها، اي مقليات بتعمليها في البيت، سمك، روبيان، دجاج، فرنش فرايز، تشيبسي، اي حاجه بتقليها في الزيت لازم تحطي ورق تسيو عليها. علشان خلينا نجهز الجرنش بتاع السمك بتاعنا. هنقطع شرايح ليمون سلايس كده بالشكل ده اهو، شرايح ليمون، ونجهز شرايح طماطم كمان عشان نغرف الطبق الجميل اللي هيطلع ده. نقطعها اتنين كده وناخدها سلايز بالشكل ده اهو. نبدا نطلع السمك. انا مش سامع حاجه في الكنترول على فكره، الصوت مش واصلني. نطلع السمك من الفرن نشوفه طالع عامل ازاي، نوريه للساده المشاهدين. ادي السمك يا جماعه اهو، شايفين السمك طالع ازاي؟ خدونا بس لقطه على السمك قبل ما نطلع من الفاصل. ده شكل السمك النهائي بتاعنا، والدجاج الفنجر والطبق الرز. دي كانت اطباق النهارده، ان شاء الله تعجبكم وتحوز على اعجابكم. نشوفكم في حلقه جايه، معلش وقت البرنامج انتهى. نشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.